بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تؤدى السنة داخل الحجر في أوقات النهي؟ سنة الطواف، نعم، سنة الطواف من طاف بالبيت إنه يصلي ركعتين في أي وقت، ما لهن وقت نهي، ركعتي الطواف يصلن في أي وقت لأنه يتعلق بالطواف، فمتى طاف الإنسان يصلي ركعتين في أي وقت. وأما المكان إن صلى عند مقام إبراهيم هذا أفضل، قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عملا بهذه الآية. وإذا صلاها بالحجر فلا بأس، أو صلاها في أي مكان من المسجد أو من الحرم فلا بأس بذلك.